الله. السلام عليكم. طلاب السادس اعدادي هواي يراسلوني من بناتي ومن ولدي، يردون يقولون نقرا بالبيت ونحفظ ونضبط امورنا اذا بالبيت واذا بالمعهد، بدنا نوصل للمدرسه ما نجاوب. اعطيكم هاي الطريقه وانا مسؤول امام الله على اللي ما ينجح، اللي يسويها ويضبطها. كل امتحان عندك قبل لا تروح للامتحان 100 صوره من القران الكريم، قصار الصور لا تشوفها صعبه. اقرأ 100 صورة من القرآن الكريم، اهديها لفاطمة الزهراء، بعدها قول 7 مرات يا الله. ورا ما تخلص 7 مرات يا الله اطلب النية، تقول بنية ان اجاوب بمادة الرياضيات، بنية ان اجاوب بالمادة الفلانية، راح اجاوب بالمادة 100%، وانا مسؤول امام الله. السلام عليكم ورحمة الله.